عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن هيفا وهي بتتالق بالقفطان الجزائري. المشكله هنا اللي اغضبت الجزائريين ان هيفا كتبت على القفطان ان هو مغربي، وبدا يعملوا هاشتاج ان القفطان جزائري ومسجل في هيئه اليونسكو، وانه ده ما ينفعش حتى لو المغرب في الفتره الحاليه رفع قضيه ان هي تنسب القفطان المغربي ليها، ولكن لسه لم يبت فيها بعد. وفي ناس بتبعت وتقول انت ما تعرفيش اصل الحكايه والقفطان مش جزائري، القفطان مغربي، ولكن اللي متسجل في اليونسكو بالفعل، وده على حسب ما بحثت على جوجل ان هو القفطان جزائري. ومش بس كده، لكن كمان كان في مغنيين في اعياد الاستقلال العشرين، قديمه جدا جدا جدا، كانوا يعني هم لابسين القفطان الجزائري، فهو مش حاجه جديده بالنسبه لاهل الجزائر. كمان لما احدى الناس المهمه على صفحه هيفا، المصور اللي صور لها الصور، يعني عمل ان القفطان جزائري، الناس دخلت وقالت اوعى تكتب كده واوعى تتفاعل مع الجزائريين، لانه انت كده بتقول ان القفطان جزائري واحنا بنقول ان القفطان مغربي. وبصراحه هو لا علق بالايجاب ولا بالسلب، لا على دول ولا دول. من كده ان في فيديو هنا في القناه يعني قريب جدا بالادله ان القفطان جزائري. ربنا يهدي الاحوال، واشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش اللايك والشير، اهم حاجه علشان نفعل هاشتاج القفطان الجزائري. السلام عليكم.